وحول التوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها جلالة الملك المفدى بأهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يسرني أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من المنامة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. معالي الرئيس، بداية أرحب بك، وإذا ممكن أن تطلعنا عن ما الذي يمثله أو تمثله توجيهات العاهل المفدى حول التوافق بين السلطتين. أولا مساء الخير. نحن في مجلس الشورى نعتز بهذه الثقة الملكية السامية التي يوليها جلالة العاهل المفدى للسلطة التشريعية، ودورها كشريك أساسي ومهم في تحقيق نهضة الوطن وازدهاره والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية. كما نثمن التوجيهات الملكية بشأن أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي هو سمة العلاقة القائمة بين السلطتين حول مختلف القضايا والمسائل التي تهم الوطن منذ انطلاق المسيرة الديمقراطية. فهذا التعاون يسير وفق رؤية مشتركة تقوم على تقديم المصلحة الوطنية وحفظ مكتسبات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، بما يستجيب لتوجيهات جلالة الملك المفدى السديدة، نعم، ورؤيته المستقبلية لغد أفضل. نعم. كما نشيد بقرار صاحب الجلالة بإيقاف الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من التوافق حول توجيه الدعم لمستحقيه. نعم. كما نشيد بحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وسمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الأمين، على توثيق التعاون بين السلطتين، والذي يشهد تطورا مستمرا ونوعيا بما يصب في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتي محورها المواطن البحريني. ونحن في مجلس الشورى نعمل في إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب والحكومة الموقرة لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي نتطلع لنتائجها إن شاء الله، ونحن على ثقة بما ستحققه من نتائج إيجابية ستصب في مصلحة الوطن والمواطن. نعم إن شاء الله. إذن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.